السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل على كل مشاهدينا الكرام ومشاهدي قناة النهار في كل مكان. النهاردة حلقة بناء على طلب حضراتكم، أتمنى يا رب تنول إعجابكم. النهاردة هنعمل طاجن الأرنبيط بالبشاميل واللحمة المفرومة بمكونات بسيطة بس التست بتاعها عالي وجميل جدا، إن شاء الله هتنول الإعجاب. خليني أقول أأكد تاني مواعيدنا، إحنا من 11 ل 12 علشان اللي حابين يتابعونا كتير سألتوني على الصفحة، وأنا مع حضراتكم كل يوم الساعة 11 للساعة 12 ظهرا بإذن الله. تمام؟ طيب هنبدأ دلوقتي، هقول المقادير، مقادير سهلة وبسيطة، وهنعمل نقول مع بعض شغل. اللي عايز يخزن الأرنبيط هنخزنه، وأنسب طريقة لتخزينه وتبقى إيه اللي بيبقى ليها طعم وتست حلو. عشان تنولي الأرنبيط يبقى لونه أبيض قوي كده، بسلقه في شوية مية ورشة كمون، حبة أو كمون عادي لو مطحون بس بسيط ما تكتروش لو مطحون، لو حبة نحط معلقة صغيرة، وبحط معاه ربع كوباية من اللبن فبيدي اللون الأبيض الجميل الحلو ده. خلاص، وبطلعه على مية بتلج علشان أنا مش عايزاه يبقى مستوي 100% 80%. طيب عندي بعد كده نص كيلو من اللحمة المفرومة، عندي بصل مفروم، وعندي كمون ملح وفلفل، سبع بهارات العادي بتاع العصاق بتاعنا، عندي شوية مرق كوبايتين كده، وعندي القرفة. يا جماعة اللي بيحب يضيفها للعصاق دي حسب الرغبة، لكن هو مع الأرنبيط أنا ما بحطش قرفة خلاص، بس أنا في ناس بتحبها مع العصاق براحتكم. رشة جوز الطيب، إيه البديل بتاعها؟ الكباب الصيني، وإحنا اتفقنا على الموضوع ده، اللي ما بيحبش يستخدم جوزة الطيب. طيب عندي طماطم متقطعة مكعبات صغيرة، وعندي برضو معجون صلصة الطماطم، مش عايزين الطماطم تبقى مكعبات، اضربوها في الخلاط خلاص. وعندي جبنة موتزاريلا، وطبعا البشاميل عملنا كتير مع بعض بس عملوا تاني معاكم على البارد، بنضرب كل مكوناته في الخلاط حتى المادة الدهنية، وبنزله في الحلة وباخده على النار للناس اللي بتخاف يكلكع منها عند إضافة المرق أو اللبن، فبروح ضرباه في الخلاط مع معلقة الزبدة أو معلقتين الزبدة، وبالعكس بياخد كمان نسبة دهون أقل، وبقدر أتحكم في قوامه وأنا على النار، على نار هادية، ويطلع معايا مظبوط جدا. المقادير بتاعتي: معلقة دقيق، معلقة زبدة أو سمنة، معلقتين دقيق، معلقتين زبدة أو سمنة، ثلاث معالق دقيق، ثلاث معالق زبدة أو سمنة، بالتوازي خلاص. طيب احنا هنعمل على أربع معالق عشان عايز القوام يبقى متوسط، أربع معالق دقيق، أربع معالق سمنة، أنا بقول معلقتين زيت ومعلقتين سمنة لو هضربهم في الخلاط. الأهم في الموضوع إن أنا يعني إيه بسويه، مش هيبقى فيه ريحته وطعم دقيق، ما تخافوش لأنه بيستوي كويس وبيبقى لطيف. عايزين تشوحوا الدقيق الأول وبعدين تضيفوه، ما هو الدقيق ده ممكن يتحمص عادي لوحده، بس أنا مش عايزاه يغير اللون، فلو أنتوا حابين تعملوه في معلقة السمنة الأول وتضيفوا وقادرين تتحكموا في القوام تمام جدا، ما فيش مشكلة خالص. خلاص، هياخد قد إيه لبن الأربع معالق دول؟ هياخد لتر وكوباية، يعني اللتر بيعمل أربع كوبايات، يعني خمس كوبايات من اللبن، تمام كده؟ طيب هبدا اول حاجه احط حاجه البشاميل علشان انا عايزه احطه يستوي معايا على طول وينجزني وانا شغاله في العصاج. حلو الكلام، كلام جميل. هاخد كده معلقه كبيره من السمنه، وطبعا بالويسك هضرب ده، هحط معلقه كبيره من السمنه، انا مش عايزه اكتر من كده. وليه؟ علشان انا هضربه كله على البارد، فانا مش عايزه ازود الماده الدهنيه، وطبعا اللي يرجع لحضراتكم. خلاص كده، هاخد مع البشاميل شويه من المرق، للي حابب يعمل ميكس بين الاثنين هحط كده شويه من المرق، وهقلب بالويسك على طول، معلش انا كنت مسخنه الحل قبل ما اطلع علشان ما تاخدش وقت معايا وانا مع حضراتكم. بصوا، وبعدين هضيف اللبن، بسم الله الرحمن الرحيم. اللي عايز بقى يطعم بحته قشطه، حته كريمه، اللي يريح حضراتكم. خلاص اهو، هقلب بقى الخليط ده، وهاخد معايا رشه الملح، رشه الفلفل اللي بتطعم البشاميل معايا، اللي عايز يحط مكعب مرق او يكتفي بالمرق، بس انا بطعم برضو برشه ملح صغير، رشه فلفل ورشه من الكباب الصيني والسبع بهارات، يعني دي بتطعم البشاميل بتاعي. هاخده كده على النار وانا كده كله على البارد، وهبدا اقلب فيه، وهجهز الوك هنا وابدا اشتغل في العصاج. حابين العصاج يبقى فاتح براحتكم، حابين تدوله طعم وتست بالطماطم ومعلقه الصلصه يبقى مدي تست حلو، بصراحة بيطعم الأرنبيط وبيخليه جميل. وبصراحة الأرنبيط ليه محبيه، سواء المقرمش أو الطاجن، بس أنا عملت الطاجن، ونعمل مرة تانية المقرمش بوصفة سهلة وبسيطة. خلاص أنا كده حطيت خلاص البشاميل وجهزته، موضوع بسيط. إحنا لما بنجهز حوالينا الحاجات بتبقى المسألة سهلة شوية، ما بتعملش معانا كراكيب كتير، وما بنضطرش إن إحنا يبقى عندنا صحون أو حاجات نغسلها في الحوض كتير. خلاص، هنتكلم عن فوائد الأرنبيط والبروكلي دلوقتي مع بعض علشان الناس تعرف الفروق بين البروكلي وبين
القرنبيط. بصوا البروكلي فيه فيتامين كي بنسبه كبيره طبعا، وعنده نسبه ميه مضادات اكسده كتير، وهو البروكلي تحديدا ضعف نسبه كميه فيتامين سي عن اللي موجوده في القرنبيط. القرنبيط عندنا بقى ميه كبير، يعني نسبه ميه حلوه والياف كتير جدا. وبيعمل ايه بقى؟ مهم قوي للناس اللي بتبقى عندها الامساك كتير، بيحافظ على الجهاز الهضمي. لا قدر الله احنا محتاجين من فتره للتانيه ندخله في اكلاتنا علشان خفض نسبه انه يبقى فيه اصابه لا قدر الله بكانسر في القولون. مهم قوي البروكلي والقرنبيط. الالياف يا جماعه عموما بوجه عام لما بتتواجد دي بتحافظ على جهاز المناعه بشكل كبير، وبتقلل فرص الاصابه بالالتهابات. يعني امراض كتيره بتسببها الالتهابات، في ناس تحس ان التهابات شديده في جسمها، فاحنا عايزين نقنن الموضوع ده. انا خدت هنا رشه الملح، وهحط رشه البهارات ورشه من الكباب الصيني مع العصاق بتاعي، طبعا رشه ملح وفلفل، بطعم البصله وهنزل كده باللحمه المفرومه هنا، نعصق كده مع بعض، وطبعا نعملها بطريقه سهله وبسيطه. نشيل بس ده ونشيل الطماطميه الهربانه دي وخليها، احنا كده كده هنحط طماطم مفيش اي مشكله خالص. طيب هنقلب كده تقليبه حلوه، واول ما بضيف اللحمه برش رشه بسيطه بس من الفلفل، عشان ايه؟ هو مش زفاره بس عشان ايه ابقى حسيت ان خدت الريحه والطعم المظبوط. بصوا بقى نقلبها تقليبه حلوه. هنا انا مشغله على البشاميل، هزود عليه النار بقى وهبدا كده اقلب. انتوا ما تسيبوهوش طبعا، يعني البشاميل محتاج ما يتسابش، يا اما تعملوا العصاج الاول يا اما اهو. بصوا طيب هنحافظ على القرنبيط ازاي يا جماعه؟ انا عن نفسي ما بحبش اشيله مسلوق، لانه لو انا هستخدمه فتره قليله هخزنه في اكياس التخزين الخاصه بالتخزين، مش اكياس ثلاجه عشان ما تسمحش بدخول الثلج، فبتبقى اكياس بتتقفل بشكل كويس وبطلع الهواء منه كويس وبضغطه كويس وبشيله. لو هستخدمه في خلال شهر شهرين بالكتير عشان ما يتغيرش طعمه. طب في العادي انا بستخدمه ازاي؟ لا بستخدمه هو ني، بشيله ني زهرات، بقطعه وبغسله كويس وبنقعه في ميه وخل وبنضفه كويس، وبعدين بروح حاطاه في الاكياس بتاعه التخزين ني. الكميه اللي انا هستخدمها على قد استخدامي في الطاجن او على قد في القلي او وات ايفر، واطلعه للسلق وقتي، فيطلع ريحته حلوه ويطلع فريش وما فيهوش طعم التلج. ده مهم قوي يا جماعه. خلاص في شريط ميه هربانه هنا كمان هنحطها هنا. بصوا بدا ياخد القوام ازاي، بشاميل ريحته حلوه جدا، والعصاج اهو بدا يبقى كمان خد الريحه الحلوه. الكباب الصيني على فكره يا جماعه من الحاجات اللي هو البهار الحلو اللي بيقال عليه في الوصفات اللي مش مصريه، البهار الحلو بصراحه رائع. هبدا كده احط الاول شويه من معانا فاتن. يا فتونه صباح الخير، ازيك يا حبيبتي قلبي عامله ايه؟ اهلا 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 يا فتونه، تسلم ايديك يا تسلمي رب، تسلمي يديك الصحه دايما كده يا رب، وتعملي لنا الحاجات الحلوه الجديده دي يا رب. سعيدك يا فاتن، تسلمي وتعيشي حبيبه قلبي. جميل قوي موضوع فكره القرنبيط بالبشاميل دي، اول مره اعرفها. لا مش ممكن، يعني انت بتعمليه مقلي يا فاتن؟ اول مره مقلي على طول، عمري ما بيتعمل والكلام ده، لا لا ده جديد علينا خالص. يا حبيبه قلبي ان شاء الله يعجبك والله، هي وصفه جميله بصراحه. يا رب والله على الحاجات الجديده الجميله دي. يا حبيبتي تسلمي وتعيش. كوري بقى ام اسلام لان هي اللي كانت طالبه النهارده، فاحنا عملناها عشان خاطرها. لا نشكرها الف مره. الله يخليك يا حبيبتي، قولي لي لو ليكي اي طلب اموري يا حبيبه قلبي. والنبي عايزه طريقه المكرونه، المكرونه بالكبده من عينيا. حاضر. وعايزه كمان معلش بقى لو هتعبك معانا بقى من الحاجات الجديده، قولي عايزيني الحاجات بتاعت الجديد كله بصراحه. قولي يا قلبي. صوص البيتو، البديل بتاعه عايزين البديل بتاعه بقى، بديل صوص البيستو. حاضر من عينيا، اعمل لك المكرونه ببديل صوص البيستو، ايه رايك؟ خلاص اتفقنا، متابعة كل جديد بصراحة. يا حبيبتي عينيا ليكوا يا فاتن والله. تسلمي وتعيشي وشكرا لمداخلتك يا حبيبتي، كتر الف خيرك يا حبيبتي. تسلمي، حفظ اللي انا هحط رشه كمون خفيفه صغيره لا تذكر، طرف المعلقه، ودي الكباب الصيني
خلاص يبقى انا حطيت ملح فلفل بهارات 7 بهارات في الاول وطعمت البصل والحاجات. رشه الكباب الصيني بتدي تستحل. زودت شويه ميه العصاج. بصوا مش عايزاه يبقى ناشف، عايزاه يبقى جوسي كده. بصوا الجمال، جوسي كده يعني بياخد ويدي عشان الصوص ده. هوريكم بصوا حبايب قلبي، بصوا جوسي يعني شويه ميه بس، نص كوبايه ميه كده خلوه في الروح كده حلوه. طيب البشاميل بقى تعالوا اوريكم قوامه، انتوا تشوفوه تحسوا انه خفيف، هو في الحقيقه مش خفيف، هو في الحقيقه تقيل. هوريكم الفرق، خليني كده اخد معلقه هعمل كده. بصوا المعلقه اهي، طالما هو ثابت يبقى ثابت، هنعمل كده. طالما الحرفين ما جوش على بعض يبقى ده القوام المثالي. اوعوا تستنوا ابدا لما يوصل لمرحله انه يتقل، لانه هيبقى عامل زي ايه، زي عارفين اللي هي ايه بيقولوا اسمها المهلبيه، لما تمسك قوي تبقى كتير نشاها تبقى كده. طيب تعالوا بقى نقفل الطاجن ده بطريقه حلوه كده وسهله. نسمي الله، انا هجهز الطاجن كده مع حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، واسمحوا لي هلبس جلافز لان انا بحب اشتغل بايدي قوي، وعشان كده دايما بحب اقص ضوافي نادرا يعني ما بطولها قوي، اوقات كده فور فان وبتتشال بين الصلوات تصوير وبتاع حركات يعني، كلنا بتوع حركات. بصوا بقى وبعدين ارجعوا لي انا لسه هشيل، لا عشان الصلاه خليني ابقى جاهزه. يلا ربك كريم، دعواتكم بس للولاد في الامتحانات دلوقتي، ربنا معاهم يا رب جميعا يا حبايب قلبي في النظام الجديد، يعني ريسكي عليهم شويه وتقيل عليهم شويه، يعني عايزين التزام اكتر. حطيت مسحه زيت او مسحه سمنه، خلاص هحط القرنبيط. بصوا انا مصغره زهرته، نقدر نصغرها اكتر من كده بس تبقى زهره بزهرتها، وده الاحلى ما نقطعوش فبتبقى شكله شيك كده. وعلى فكره بيتعمل كمان الجراتان اللي هو بالصوص الابيض بس، تقدر تحطوه مع اجبان وبشاميل بس، على فكره بيبقى طعمه تحفه 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 يعني. بس انا عارفه ان معظمنا احنا كمصريين بنحب اللي هو باللحمه فحبيت اعمله، وان شاء الله نعمل منه وصفات تانية حلو. اللحمه لازم في كل حاجه حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا هننزل كميه اللحمه الحلوه دي. بسم الله اهو، عايزين تقلبوه في بعض تمام، بس هو والله مش هيحتاج، كله هينزل مع بعضه بمجرد ما احط البشاميل عليه. انا بقى هعمل ايه، مش هحط البشاميل الاول عشان اخلي البشاميل ده، في قدامنا حلين، لو ما عندكوش جبنه موتزاريلا مفيش مشكله، هنكسر بيضه ونضربها الاول برشه ملح وفلفل ونضيفها على البشاميل بتاعنا علشان تبقى تدي اللون الحلو من فوق، زي زمان ما كنا بنعمل صينيه المكرونه بالبشاميل. دلوقتي انا هعمل ايه عشان الجبنه بتاعتي تبقى حلوه، لو نوعها مش احسن حاجه، هفترض في انواع ما بتبقاش حلوه، طيب هحط الجبنه كده الاول، وده علشان يخليها تطلع دايما سايحه كويس، متداريه تحت البشاميل بس هتديني اللون كمان. حلو كده الكلام؟ ادي الموتزاريلا اهي. بصوا طاجن فيه الشفا زي ما بيقولوا يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، تمام. وهعمل ايه؟ وهنضيف البشاميل. نسمي الله بقى ونصب البشاميل بتاعنا. هاخد كده لوش، خليني اخد ده منزيل. بسم الله الرحمن الرحيم، تمام. بصوا كده الجمال، بصوا بقى، فالجبنه تحصل لها ايه، تتغطى بالبشاميل وتدوب، ودي مهمه جدا عشان في ناس بتشتكي ان مش كل انواع الجبن احنا بنشتريها زي بعض. خلاص بصوا الجمال، بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى احنا كده عرفنا طريقه تخزينه. اهم حاجه ما يكونش الفترات طويله، ما يعملش تلج، اكياس المخصصه للتخزين مش اكياس تلاجه تعمل تلج، عشان طعمه ما يتغيرش، فايدته ما تقلش، واي حاجه على نفس المستوى في الخضار، زي ما بشيل الطماطم كامله بصراحه بشيلها كامله زي ما هي، يا دوب تطلع اضربها في الخلاط واعمل بيها اللي انا عايزاه، ما بسويهاش نص تسويه عشان ما تسببش حموضه وما تتعبناش. بصوا الجمال، الطاجن ده الفرن سخن عندي على درجه حراره 180، بحطه على الشبكه في النص، مش محتاج، لو انتوا عندكم فرن بس هيتلون هيتلون حتى والفرن القديم ما فيهوش مروحه. طيب لو احنا لقينا خد من بدأ من الجناب، بلف الطاجن اثناء التسويه، بلفه بالعكس علشان ايه، ياخد من جميع النواحي. لو اتبقت حته ولا حاجه وحسيت اني محتاجه ان انا فرني مش مساعدني، هشغل الشوايه لما ياخد اللون اللي زي قدام حضراتكم اهو. بصوا الجبنه سايحه والدنيا امان، وبصراحه يعني يستاهل حقيقي.
شويه قرنبيط يستاهلوا. بصوا الجمال، بصوا الجبنه عامله ازاي، شايفين الخليط؟ لا حاجه تانية خالص يا جماعه، والله حاجه تانية خالص خالص خالص، ويبقى طعمه جميل جدا جدا. اتمنى يا رب الوصفه تكون نالت اعجاب حضراتكم. توحشوني، استنونا بكره في فقرات معانا مميزه، وان شاء الله برضو هنعمل وصفات مميزه. بس هنطلع لبريك، هنستسمحكم تشوفوا تقرير معانا وفقره طبيه مميزه لدكتور نجلاء سرحان. شوف حضراتكم على خير بعد البريك. احنا الحمد لله بادئين الشغل بتاعنا من اول 2018، اسسنا فارما ايجيبت الهندسه. كنا بدانا التيم بتاعنا كان 3-4 افراد، لغايه لما الحمد لله السنه دي العدد بتاعنا ما يقرب من حاجه و40 فرد، ما بين مهندسين، فنيين، عمال، اداريين. الحمد لله الفتره اللي فاتت قدرنا نوصل بالعدد ده بكفاءات متميزه، وعملنا لهم تريننج في الشغل بتاعنا على اساس نقدر نخدم على الشغل بتاعنا بطريقه متميزه. احنا واخدين اللاين الخاص بتصميم وتنفيذ مصانع المستلزمات الطبيه المعقمه، ده لاين كبير جدا. موضوع مصانع المستلزمات الطبيه المعقمه من اول اللي اوت، اللي انا اصمم مصنع مستلزمات طبيه معقمه طبقا لشروطات هيئه الدوله المصريه، دي اول خطوه اللي هو التصميم وعمل لي اوت، مرورا بقى بتنفيذ بتصميم الاعمال الالكتروميكانيكال لمصانع المستلزمات الطبيه الجزئيه الخاصه بالكلين روم، مرورا للجزء بتاع المعمل تصميم المعمل طبقا لشروطات هيئه الدواء، ولغايه لما نعمل البروتوكولات الخاصه بالتنفيذ والتركيب، وبنعمل البروتوكولات اللي بتتسلم لهيئه الدواء عشان ان المصنع ده يكون فاليد طبقا لشروطات هيئه الدواء المصريه. ده الجزء الخاص بالمصانع المستلزمات الطبيه المعقمه، بجانب اللي احنا بنصنع الاجهزه الخاصه بالكلين روم، اجهزه الكلين روم لمصانع الادويه بصفه عامه زي اجهزه لامن الاير فلو، الباس بوكس، ممرات الافراد، الاير شاور. الجزئيه دي برضو كانت بتصرف عليها دولارات كميه رهيبه، الحمد لله بنصنع الاجهزه ديت في مصر، ولينا سابقه اعمال الحمد لله على اغلب مصانع الدواء في مصر، ايبكو، فاركو، رميضه، الحمد لله اغلب مصانع الدواء في مصر احنا شغالين معاهم في الجزئيه الخاصه بالكلين روم اكيوبمنت. دور هيئه الدواء، انا مش عايز اقول لحضرتك مفيش مصنع سواء دواء او مستلزمات طبيه الا له هيئه الدواء عليها دور رقابي عليه. واي اشتراطات بتنزل جديده من دبليو اتش او، منظمه الصحه العالميه، هيئه الدواء على طول بتنزل تطبقها في المصانع المستلزمات الطبيه او مصانع الادويه. بجانب ان شغل فعلا كريتيكال جوه مصانع الدواء او مصانع المستلزمات الطبيه، احنا بنشوف اي ابديت جديد بينزل منهم وبنطبقه في المصانع. يعني بنروح للمصنع نقول له ان في ابديت جديد انكس 1، في تجديد، في 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 تحديث جديد في ايزو 14644، مطالب منك ان انت
تطور من نفسك بالجزئيه ديت. احنا الحمد لله كان لسه في انكس 1 ده لسه نازل وبقى حاجه مندثره في شهر 8 تتطبق في كل مصانع المستلزمات في مصانع الادويه مناطق اي منطقه اسرائيل، ان ما يبقاش في اي هيومن انترفينشن بين الشخص الموجود وبين مكنه التعبئه الاسرائيل. اي منطقه لا من الاير فلو او كلاس اي يعني بعبي هواء دواء عقيم ما يبقاش فيه كونتاكت بينها وبين الافراد. فده بقت حاجه مندثره نزلت في شهر 8 الحمد لله احنا نزلنا طبقناها في كذا مصنع دواء اول ما نزلت. اي بقى ابديت بينزل هيئه الدواء بتنزله احنا على طول في ظهر مصانع الدواء في ظهر مصانع المستلزمات الطبيه بننفذها. انا اتمنى بجد لحضرتك والفارما ايجيبت دوام النجاح والتوفيق. زي ما بقول دايما حضرتك حد مشرف جدا للصناعه. الناس اللي اشتغلنا مع بعض قبل كده هندسه اشتغلنا طبعا، وانا سعيد ومتشرف ان انا اشتغلت مع حضرتك قبل كده. ربنا يبارك لك. واي ريكومند طبعا حضرتك دايما للناس اللي هم بيتكلموا في الرينج بتاع حضرتك تشتغل فيه. الحمد لله. لكن زي ما بقول حضرتك الناس اللي زي حضرتك اللي بيفحطوا في الصخر ويشتغلوا في حته يعني صعبه جدا في وقت صعب لازم نشوت سبورت ولازم كلنا نسبورت وندعم وبالتوفيق دايما. بالتوفيق ان شاء الله من نجاح لنجاح يا باشمهندس. تسلم لنا هندسه. يعني سعداء بنشوف حضرتك. انا والله يا هندسه اللي انا كل سنه في فارما كوليكس وسعداء نشوفك طبعا في كل وقت. يعني ميزه فارما ايجيبت حاجتين بالنسبه لي. فارما ايجيبت بيفكر معاك يعني لو في مثلا وليكن انت محتاج سوليوشن معين والموضوع مش ستاندر بيفكر معاك بيوجد الحلول دي معاك، فده بيخليك كاونر ريب بتبقى واثق فيه. الحمد لله. تاني حاجه ما بيسيبكش الصراحه، يعني انتوا محترمين جدا في الـ في الـ في الـ في الافتر ماركت، يعني فموجودين معاك لحد لما نحل الموضوع. ربنا يبارك فيك. وانتوا ناس محترمين جدا طبعا. تيم فارما ايجيبت الناس اللي في ظهرك ديت لا ما يتعوضوش. الناس ديت في قلبنا، سواء والدي والدتي وزوجتي اولادي، التيم الموجود عندي الموجود معايا في الشركه، التيم انا مش عايز اقول لحضرتك كلهم بلا استثناء بيشتغلوا مش موضوع شغل. انا معانا ناس يعني في التيم بتاعنا لا جمعه وسبت شغالين ما بيقولوش لا. طول ما في شغل طبعا. ده كله ليه؟ عشان حب الشركه ديت والحمد لله عايزين الشركه تكبر وتبقى رقم واحد في مصر الحمد لله رب العالمين. احنا في ظهر البلد، احنا عايزين البلد تقوم وتكون من افضل الدول. ده طبيعي، ده دي حاجه من الفطره. احنا اللي احنا نقدر نقوم بيه دلوقتي هو موضوع يعني في الاطار بتاعي انا بحاول بقدر الامكان ان انا اخلي اورد منتجات بجوده متميزه واوفر على البلد العمله اللي بتجيبها من بره ديت. احنا عايزين البلد ديت تبقى في حته تانية خالص يا استاذي. لا يا فندم ناويين ومكملين.